هذه الكعبة في هذه في هذا المكان العظيم في مكة هذه لها تحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه، يعني لا يعتدى لا على الصيد ولا على الناس، بل حتى الشجر وغيره لا يعتدى عليه أبدا. من عظمة هذا المكان، مكة هي البلد الحرام، ومن حرمتها ما جاء بمعاقبة من هم بسيئة فيها وإن لم يفعلها. يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقط الذي ينوي أن يذهب إلى مكة ويجزم بفعل معصية يحاسب عليها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن رجلا في عدن أبين في جنوب اليمن هم بمعصية عند الكعبة في الحرم، ثم خرج من بيته يريد أن يذهب إلى مكة ليفعل هذه المعصية، ثم مات في أثناء الطريق ولم يصل، لأذاقه الله من العذاب الأليم، وذلك تعظيما لهذا البيت الحرام. كيف تنوي في قلبك ويهون عندك قدره أن تذهب إليه لتعصي الله فيه؟ كيف؟ ومن يرد فيه، الذي ينوي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كان ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يسكن في مكة ليكون قريبا من الكعبة، فكان قد بنى بيته خارج حدود الحرم عند الخط خارج حدود الحرم، وبنى مسجده داخل الحدود، يعني أقبل إلى طرف حدود الحرم، ونعني بالحرم منطقة الحرم، وليس الحرم هو مسجد الكعبة، وإنما نعني منطقة الحرم. فأقبل وبنى بيته خارج الحدود، وبنى مسجده في داخل حدود الحرم. فقيل له: لما لا تبني بيتك بجانب مسجدك؟ فقال: الحسنة فيه أعظم، الحسنة فيه أعظم، لكن السيئة فيه أكبر. بمعنى أني أكون في بيتي في خارج منطقة الحرم، لو وقع مني أو من أحد أولادي معصية فنكون فعلناها خارج منطقة الحرم، لكن إذا أردت أن أتعبد وأن أصلي الجماعة فأصلي في داخل منطقة الحرم تعظيما له. ولذلك نص كثير من أهل العلم على أن تعظيم الصلاة مضاعفة أجر الصلاة، أن الصلاة بمئة ألف صلاة أنها في كل مساجد منطقة الحرم. وكان ممن يفتي بهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وجمع من أهل العلم. ولذلك عظمة هذه المنطقة هي من قديم، وكان أهل الجاهلية يعرفون عظمتها، حتى إنهم في الجاهلية كان أحدهم إذا لحق صيدا في الصحراء ثم دخل هذا الصيد إلى منطقة الحرم توقف عنه. وكانت المرأة في الجاهلية ترقص ولدها تلعبه وتقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبول. ولذلك عظم الله تعالى هذا المكان منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض. هذا الموضع الذي يتزاحم فيه الحجاج اليوم حج إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج إليه من قبله من الأنبياء.